أهلا بكم مشاهدينا الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم وحيثما وجدتم. سعيد جدا أنا بلقائكم في برنامج اقتصادي جديد يأتيكم أسبوعيا ضمن الشبكة البرامجية لقناة الجزائر عنوان بورصة المستهلك، برنامج يتناول المواد الأكثر استهلاكا لدى الجزائريين والتي تشهد تذبذبا واختلالا في السوق من خلال ارتفاع أسعارها وأثمانها بشكل كبير جدا. مواد الغذاء، البناء، تغذية الأنعام والمواشي، مواد الفلاحة، السيارات، العقارات وغيرها من المواد التي سوف نتحدث عنها، نضعها تحت المجهر، نحلل، نناقش، نطرح التساؤلات، تساؤلات المواطن الجزائري البسيط، نبحث عن الحلول والأجوبة. كل هذا وأكثر فقط في بورصة المستهلك على قناة الجزائر عنوان، كونوا أوفياء لنا دائما وأبدا. أهلا بكم مجددا في العدد الأول الذي سوف نتناول فيه مادة حديد البناء. للجزائر قدرة إنتاجية كبيرة وهائلة لمادة الحديد، إلا أن أسعارها شهدت في الأشهر الأخيرة ارتفاعا قياسيا جدا، ما تسبب في شل العديد من ورشات البناء والمشاريع المقاولاتية، كما أصبح المواطن الجزائري البسيط يعاني من إشكالية الأسعار العالية، يتساءل عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الزيادات، حيث تجاوزت الزيادة أكثر من 60% بالمقارنة بالأسعار القديمة، خاصة الحديد من صنف 5 إلى 14 مليمتر. لتفاصيل أكثر وأكبر تابعوا معي هذه الورقة الإحصائية. يتجاوز الإنتاج الجزائري المحلي للحديد 12 مليون طن سنوياً. تمتلك الجزائر أحد أكبر مناجم الحديد في العالم، غار جبيلات الذي يقع في الجنوب الغربي للجزائر بولاية تندوف، بقدرة إنتاجية تتجاوز 3.7 مليار طن. تستورد الجزائر من السوق العالمية حوالي 2 مليار دولار من الحديد سنوياً، حيث الاستهلاك الوطني الجزائري للحديد يقدر من 4 إلى 7 مليون طن سنوياً. شهدت الأسعار زيادة بنسبة 60%، حيث بلغت 14,000 دينار جزائري للقنطار الواحد، وقدرت الزيادة بأكثر من 7,000 دينار جزائري للقنطار الواحد. أرقام هائلة تتحدث بلغة، إلا أن للواقع لغة مختلفة تماما، عنوانها الندرة والأسعار الخيالية. في ظل هذا التناقض بين الأرقام والواقع، يتساءل المواطن الجزائري عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الزيادات. وفي نفس السياق يفسر المختصون ذلك بالعديد من الأسباب. من بين أهم الأسباب التي يفسر بها المختصون هذه الزيادات هو ارتفاع سعر الحديد في البورصة العالمية، وفي نفس التوقيت تخفيض الإنتاج من نفس المادة في المصانع بالعالم كإجراءات احترازية تجاه فيروس كورونا، وأيضا ارتفاع أسعار المادة الخام للحديد في السوق العالمية. اختلال السوق الوطنية للحديد من خلال زيادة الطلب بشكل كبير، في مقابل ذلك نقص الإنتاج وتوقف بعض المصانع في الجزائر. هذا التوقف جاء نتيجة لارتفاع الأسعار وأيضا انعدام المادة الخام في الجزائر التي اعتمدت عليها المصانع في ظل الجائحة، كما فسر المختصون ذلك بالتقليل من عملية الاستيراد الخارجي للحديد والاعتماد على الإنتاج المحلي الوطني الغير الكافي. وأيضا من بين أهم الأسباب أسباب الزيادة هو الزيادة في الرسم على القيمة المضافة على مادة الحديد، الذي ارتفع من 7 إلى 19%، وأيضا ضرائب استيراد المواد الأولية.
ارتفاع أسعار المادة الخام أو ما يعرف بفحم الكوك في البورصة العالمية في شهر فبراير الماضي من 300 إلى 650 دولار حالياً. عملية التصدير رغم عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي مما أدى إلى عدم تشبع السوق الوطني بالحديد. أيضاً عملية الاحتكار والمضاربة الموجودة في السوق التي تسببت في ارتفاع الأسعار وأيضاً الاعتماد على الإنتاج المحلي الوطني. لتفادي هذه الإشكالية، إشكالية الندرة وأيضاً الأسعار المرتفعة، المختصون يقترحون مجموعة من الحلول لتجاوز هذه الأزمة والأسعار الخيالية. التدخل بشكل سريع جداً لإيقاف ومواجهة المضاربة والاحتكار في السوق وتوظيف لجان مراقبة الأسعار والمخازن، ضبط وتتبع مادة الحديد في السوق الوطني من المصنع إلى المستهلك، تخصيص تكتلات ووضع نقاط بيع خاصة تابعة للدولة من أجل كسر المضاربة، الاستغلال التام للمناجم الوطنية في الجزائر ودعم المصانع المحلية بالمواد الأولية لرفع الإنتاج وإشباع السوق الوطني المحلي. إلى هنا أصل وإياكم مشاهدين الأكارم إلى نهاية عدد هذا الأسبوع، في أمان الله.